موجودين في الخابورة، نحاول نكون جزء من هذا الحدث الوطني المهم جدا. وكثير من أبناء الوطن اليوم موجودين هنا، عندنا هذا الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طمني عليك. الحمد لله رب العالمين. يا أول شيء من وين جايين ما شاء الله؟ جايين ولاية صحار. ولاية صحار. نعم. أي والله ونعم صحار وهلها. أنا واجب وطني معنا وما نرضى يعني من تأثرين أخواننا ونحن ننام، حتى النوم ما يجينا أصلا نحن. لازم نوقف جنبهم، لازم نساعدهم وننظف بيوتهم وننظف شوارعهم، بعدين يوم هم بيرتاحوا نحن بنرتاح. مثل ما تحسب على أخوك ذي الأخوان، ونحن أخوك في مصيبة لازم تيه وتساعده وتطلع من هذه الغرقة، فما هنالنا حتى يلسى هناك في البيت، ما هنالنا لازم يهني يسوي شيء، على الأقل نعمل حاجة نساعد الناس. كلها أعمال ما شاء الله، احنا من كل المناطق الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني عليك. والله الحمد لله رب العالمين بخير، نحن موجودين هنا في هذا الموقع من الصباح ونشتغل وقائمين بجهدنا على حسب الإمكانيات المتاحة طبعا، بس الوضع أكبر من اللي يعني من اللي نقدر لحن. كل الجهات ما مقصرة، الحكومة ما مقصرة، القوات المسلحة ما مقصرة، مؤسسات المجتمع المدني ما مقصرة، ولكن أنا بغى أقول عندي اقتراح معين. يعني المنازل، في من المنازل ممكن تنظيفها المنازل المسلحة، أما المنازل غير مسلحة بس بغنكم تدخلون تشوفون مباني ما تصلح للسكن الآدمي، يعني ما تصلح، تحتاج يعني تزال وخلاص تغير تعوض. أما المباني المسلحة ما ممكن، ممكن تنظفها وممكن تعيد تسكن فيها، هذا واجب إنساني يعني، أنت لازم تقدم على الأقل اللي تقدر عليه، لازم تقوم بشيء يعني، أنت ضميرك ما يعني ضميرك ينبك يعني، أنت إذا يالس في البيت ومرتاح وما تقوم بشيء ما يعني، إذا وين شعور الإنساني، وين الواجب الأخلاقي يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طمني عليك. الحمد لله ما شاء الله من صحار جايين. نعم. كم صار لكم تقريبا؟ تقريبا مثل ما ذكر الأخوان مع 7 ساعات، حد منهم بعد الغداء وحد منهم الصباح. ما شاء الله مرابط من الساعة 7 الصباح. ليش موجودين هنا؟ يعني أعطيني سبب علل الموضوع. الأوضاع اللي شفناها من 2 3 أيام في وسائل التواصل الاجتماعي أصلا مثل ما قال زملائنا يعني أنبك الواجب الوطني، لازم تقدم له الشيء المستطاع. المستطاع أنت وش بيدك تنظف، تساعد، تعين، توصل دبة مايحة محتاج، تشوف الوضع، تعيش بالفعل مع أخوانك، اصلا شعورك مع اخوك يعني في الباطنه. هذا وحده يعني يخفف مأساته. تعبك هذا اللي تتعبه وش اللي يهون عليك؟ يهون عليك في نهايه الامر يقول لك راع البيت جزاك الله خير. الله. هي جزاك الله خير، هذا وحده يعني تشعر يعني انك بالفعل قمت بشيء بسيط. اعتقد ان الوضع هنا وايد صعب جدا، ويبدو لي انه متعب العمل. متعب شيء ما تتصوره. انظر شوف البيت وين نازل تحت والطينه واصله، شوف وين. وكم صار لكم تقريبا؟ والله من الصبح الشباب الاغلبيه، ونحن جايين الحين متاخرين شوي نساعدهم. البيت تقريبا داخل اموره طيبه ولا بعده؟ لا البيت بعده داخل، ما خلصنا هذا، بس يمكن هاي غرفه يمكن من الصبح للحين غرفه صالة واحدة. هذه من الصبح اخواننا واهلنا وجماعتنا وبلادنا كلها، هذا يعني يحرك بك المشاعر غصبا عليك. واحد يقول لك ان ترتاح في البيت وتنام بدل لا والله الراحه هني. الراحه هني مع اخواننا نساعدهم، والحاله هذه اللي هم فيها هذا يريح النفس اكثر. الله عليك. الرقاد هذا لحقنا عليه، كيف نحن نرقد واهلنا وربعنا ما راقدين؟ هذا البيت كم يوم من لواد برا وراقدين نصهم فوق السطوح. نساند اخواننا يعني، هذا واجبنا، والحال واحد يعني، والوطن واحد. ويعني نقدم اول شيء كلمه شكر لجميع المساندين حقيقه، هذه كانت لحمه وطنيه يعني يشهد لها الكل. 8 من اكتوبر يخلد في الذكرى. هذا واجب، هذا أهلنا وأخواننا هنا. ما يهدالنا بالي لما نساعدهم إن شاء الله. تقريبا لفيت الولايتين ولا ولاية واحدة؟ حاليا نحن غطينا صوب الخابورة لكن ناحية الجبال من الأودية. أيوة. فالحين خلصنا من هناك وجينا هذا الصوب يعني. يعطيكم العافية. الله يعافيك. جينا أول شيء ندي الواجب اللي علينا. ندي الواجب علينا نحو عائلاتنا وأهلنا الموجودين في السويق وصحم والخابورة. هذا أقل شيء نسويه. والله واجب وطني. واجب وطني. إيه واجب وطني. يعني البعض كل يوم الجمعة واحد يرتاح في بيته وينام. لا والله طبيعتنا إحنا كشعب عماني. شعب عماني لازم هالشيء يكون موجود. هاي الناس مثل ما تقول محتاجين إن حد يوقف معاهم. فهذه وقفتنا إحنا معاهم. هي نعم. لا ما إحنا تساعدنا معهم بيتساعد معهم. الله الله. لازم نساعد مع اخواننا. اكيد يعطيك العافيه. الله يعافيك. متى هني ما شاء الله؟ والله احنا جايينهم الظهر، كنت مداوم صباح وتو جايينهم. داومت الصباح؟ طالع من دوام الليل. ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. حياك.